في الحقيقة الرسالة واضحة، السيد قيس سعيد هو يسير على نهج عبد الفتاح السيسي في مصر، وقال هذا في أكثر من مناسبة، بل أعلن ذلك من القاهرة عندما قال بوضوح بأن السياسة المصرية، وكان يتحدث حينها عن السياسة الخارجية، هي سياستنا. وأعلنت رئيس حكومته في وقت ما بأن تونس تسير على نفس النهج وبأنها معجبة بالتجربة المصرية. وقال عبد الفتاح السيسي أثناء انتخاباته التي أجراها بأن من يقترب من الكرسي فمصيره معروف، ورأينا خصومه الذين حاولوا، ومنهم يعني أحد العسكريين المعروفين، رأينا مصيرهم المحتوم كما يقول. ومع الأسف هذا هو العبث بعينه، هذا هو العقلية التي ترى بأنه لا أريكم إلا ما أرى، وهذا السلوك الذي نقول ونردد دائما بأنه عبثي ولا يوصل إلى أي شيء ولا يبني لأي شيء، فهذا هو الخطر الحقيقي اليوم. اليوم برأيك هذه السنة سينعكس قيس هذا سعيد الأمر لديه على المطالبة بالحقوق؟ سينعكس على مستوى الحريات أم أنه سيأتي بنتيجة، يعني أي نتيجة يعني سيأتي بها؟ أنه هل نتيجة التخويف التي يريد النظام إيصالها كما يرى كثير من التونسيين، أم أنه سيأتي بنتيجة عكسية؟ هو يحاول بأن يذهب في هذا المسار. نحن نذكر فقط بأنه إلى حد هذه الساعة لدينا عديد النواب ممنوعين من السفر، رجال أعمال ممنوعين من السفر، هرسلة للقضاة، هرسلة لأصحاب الفكر والرأي في كل مناحي الحياة. اليوم المواطن التونسي يعني همه الوحيد أو في أغلبه هو الوقوف في صفوف لا أول ولا آخر لها، بالمناسبة لم يعرفها التونسيون. لا يعني كل الجيل الموجود الآن، ربما الناس اللي ولدت كلها بعد الاستقلال لم تعرف الوضع الحالي، أي الوقوف في طوابير وهذا الخوف المعمم. يعني الناس أصبحت يعني تخاف حتى من مجرد أن تتحدث في مسائل اعتادت أن تتحدث فيها، خاصة وقت عشرية الديمقراطية والحريات في البلاد. اليوم هناك رقابة ذاتية، هناك، نرى هذا حتى في العائلات، في الحديث مع العائلات الناس تتفادى الحديث في أي مسألة. أنا لا أقول السياسة، نقول حتى في فقدان الأمور الحياتية البسيطة، نرى هذا في الوقفات يعني الاحتجاجية اللي يقوموا بها المناضلين والشرفاء وأحرار البلاد. رأينا هذا منذ يومين عندما يعني العشرات من أحرار البلاد توجهوا أمام وسط البلاد وبسلاسل يعني بوضع شارات على الأفواه، بمعنى تكميم الأفواه، ورأينا العشرات فقط. في السابق كانت عشرات الآلاف تنزل للاحتجاج في مراحل معينة، حتى في أقل من هذا بكثير، ولكن مع ذلك واضح جدا بأن هذا السلوك لا يمكن أن يؤدي إلى أي شيء إيجابي، لا لقيس سعيد ولا لسلطته.